السلام عليكم، عبد الملك بلجاني دونسور هيب هوب. ديجا عندي مشاركات ناسيونال انترناسيونال، وكاينين انجازات بزاف حققتهم في 2019، من بين بطولة المغرب والتأهل ديالي الى بطولة العالم في هولندا اللي تتأس عليها امين وكريم. وقول هو كل شيء في الهيب هوب انا في المغرب، يعني ميتسالوم والجامعة الملكية المغربية رياضة الورجيري والرشاقة البدنية. ميرسي بزاف حضرت اليوم ما باش تعرفوا شنو واقع هنايا. هي انا جيت لهنايا وعجبني بيبليك، وعيطوا عليا فوالي سيتي، عيطوا عليا لهنا باش نكون في واحد السهره ديال مهرجان السينما، والحمد لله هذا سبيكتاكل زوين، ما عندي ما يتسالهم. كان بيبليك متحمس، والصراحه اش نقول لكم، غيانا دير كان اليوم داز توب ديال توب، ما عندي ما يتسالكم. تنشكر حتى سي ام اس ايفنت اللي كانت حاضره معايا بقوه، وديما تنشتغل معاهم، ما عندي ما يتسالهم. وتنشكر اش واقع، هانتوما عرفتوا شنو واقع. هي الصراحه اش نقول لكم، عبد الملك بدا من الصغار ديالو، وعانيت بزاف، عانيت بزاف في الكارير ديالي، ولكن الحمد لله بقيت بشويه توصلت. وكما تنقولوا الانسان خصو يبدا بخطوه، يعني بلا جابانيشن ويطلع راه عمره ما يطلع. الحمد لله شاركت في بطوله لا غون بري دو هيب هوب 2007 وتكلاسيت نمبر 1، ومن تما بدات الكارير ديالي مع الرياضه الوتريه والرشاقه البدنيه ديال الجامعه الملكيه وديال سلمى بناني. الرئيس سلمى بناني الصراحه شداتني وترينات بينا، وبدلنا الكارير ديالنا، طلعنا بزاف في الكارير ديالنا. وشاركت في موراها في واحد ليميسيون سميتها عربز غوت تالنت، ووصلت مع لي فيناليست، وجوا كرم عجبتها في الانجازات اللي قدمت تمايا، وقالت لي ما كرهتكش شكون معايا في الكليب. والحمد لله هذا ليا شرف نكون مع ديك الفنانه، اول عربي تيدير كليب معنا جوا كرم. من بعد جوا كرم درنا كليب سميتو ما فينوم، راه تقريبا كاع المغاربه عرفوا، خبرت عليهم بزاف. ومن بعد انا جوا كرم التقيت مع سول كينغ، راه معروف دالي دالتي غني مغني مشهور، درت معاه واحد السين في سولانج، طلعت معاه وخدمت معاه لا دونس على داليدا، والحمد لله. وكانوا مهرجانات بزاف ناسيونال انترناسيونال، والحمد لله خدامين بريفي. هادشي اللي بغيت نقول لكم، يعني غبرت على الجمهور شي شويه على ود شي ظروف ما قدرتش نقولها لكم هنا. تبارك الله عليكم. هنا